برهان وبيلعبها حلوة إلى الجهة اليسرى ويخرج الحارس كاوا الأبيض الطريعة يتقدم ماجد يتقدم وأمامه لوحده عبد شو عم يستنى عبد الرزاق الحسين عم يمرن الحارس كاوا حسه فرصة لا يصح أن تضيع من الكرة من جديد والتمريرة من عمار يحاوي والتسديدة من عبد الفتاح الآغا والكرة من جديد شوف عبد الفتاح الآغا يعني عنده إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه المرمى مباشرة المحافظة على نظافة شباكه على أرض هذا الملعب زياد شعبه زياد باتجاه المرمى مباشرة مو بعد كانت من كاوا الكرة في المباراة كانت لفريق الكرامة وزياد شعبه وتألق ممتاز كان من كاوا حسه حلوة المحاولة الكرماوية هنا تعطي المجال يعني لإعادة المباراة فعلا إلى الإثارة الكبيرة لاحظ هنا محاولة زياد وكاوا حسه على دفعتين بيسيطر على هذه الكرة يمر بكل مهارة من بلال ويسدد ولكن الكرة إلى عاطف جنيات محاولة تسديد ولكن صح إلى عاطف لكن في مكان وقوف كاوا حسه بالخطأ من رودريغو إياد مندو إياد مندو يسدد لكن كاوا حسو كرة بالخطأ من رودريغو إياد مندو يسدد لكن كاوا حسو ايضا تعود الى فهد عودي يسدد لكن كاوا حسو تعود الى فهد عودي يسدد لكن الى وكره رائعه جدا من راس سانجو الى رمصات الميدان بعد عدي ينقذ يضرب خلص يسدد كرة رائعة الى الجزاء لكن بلال يونس سليمان ينقذ هذه الكرة وكرة مسددة من محمد حموي الى مرمى الى داخل منطقة الجزاء لكن بلال يونس سليمان ينقذ هذه الكرة وكرة مسددة من محمد حموي الى مرمى امام لاعبين كلاعبي الطليعة الموهوبين وكرة من سانجو مسددة وايضا من جهة الى محمد رحيم عكسية خطرة لكن كاوا الحارس كاوا حسه كاوا طويلة الى الجهة اليسرى جلال العبدي ايهاب المهص ايهاب يسدد يا سلام حلوة من عم نشوف الكرة من ايهاب لكن الحارس كاوا يبعد الكرة إلى ركلة ركنية تنفذ مباشرة والكرة مع المصري وكرة داخل المنطقة مرفوعة ورأسية لكن سيطر عليها الحارس كاوا إذن عم نشوف هذه الكرة من محمد فهيم لكن الآن وخرص خطرة ولكن ينجح يعني كانت فرصة الأخطر في المباراة لفريق المصري وهذه فرصة أخرى لكن ينجح كاوا حسو عم نشوف هذه الانفرادة لوحده النبيل المساوي لكن ينجح كاوا وعم نشوف فرصة أخرى أيضا عم نشوف هذه الكرة مرة ثانية
فرصة أخرى، لكن كاوا حسه يبعد الخطر. إذن دقائق مثيرة، والحكم كما تابعنا أضاف أربعة دقائق كوقت بدل ضائع. في متابعة من هناك يحاول شريف البيلي، ولكن حسه كان حبس حمود رقم سبعة. وهذه محاولة خطيرة خطيرة خطيرة، هي التسديدة، لكن حسه وليد سليمان يحاول يمر، يرفع الكرة حلوة، وحسه في امساكها بشكل ممتاز قبل ان ياتي اليها طبعا ابراهيم الهلالي. شوف الإعادة مرة ثانية، التمريرة ويونس سليمان وكرة عرضية، لكن حسه كرات بها العرضية دايم، حارس ممتاز حارس النادي الإعادة مرة ثانية لكرة عرضية، لكن يكون التألق ل ومتابعة سريعة خطيرة، والقباس يتابع، ولكن حسه مباراة بالطبع الجماهير البورسعيدية تترقب الجديد في أصعب اللحظات وأصعب الدقائق. القباس كرة ترجع سريعة، متابعة من هناك، ولكن يخرج لها حسو. راجعة من عرفة عباس وتسديدة من ممدوح، وممتازة عبيلة كاوا حسو اللي انتقل عام 2006 من الجيش لفريق الطليعة الأسود. شوفها مرة أخرى بالإعادة ومن زاوية أخرى، وكرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، يسددها ممدوح. شيكو سدد من بعيد، وكرة حلوة من شيكو إلى حارس المرمى كاوا حسو. الكرة الثانية اللي تسدد من طلائع الجيش على مرمى الطليعة، هذا هو كاوا حسو عمره 23 عام، ومثل ما ذكرت لاعب الجيش السوري السابق. تسديدة من محمود شيكو من بعيد، ومحمود شيكو غاب عن مبارتي الأنصار الأولى والثانية في الدور 32 مع فريق طلائع الجيش. لقاء أخرى، هجمة للعب الكرة الآن، هجمة مرة أخرى لصالح فريق طلائع الجيش، تسديدة ملعوبة، وممتازة ممتازة ممتازة، كاوا حسو ينقذ الكرة ببراعة، لعبت بحركة لعب جميلة، بحركة مميزة، بنقلة مميزة، بمهارة فردية. أركو يلعب الكرة بيساره وببراعة يتصدى لها كاوا حسو حارس مرمى الطليعة. لقطة تثير دهشة المتابعين، ملعوبة كرة عالية، كاوا يمسك الكرة بسهولة، يلعب كرة إلى أحمد عبد الله مرة أخرى، عرضية ملعوبة، واو ببراعة يمسكها كاوا حسو. وفي البطولة الرابعة شارك أنبي المصري وليد. مرة أخرى كرة اللعب، من لاعبي الطليعة يضيقون المساحات أكثر من لاعب، وكرة ممتازة مرة أخرى، أحمد عبد الله يسدد كرة من بعيد وببراعة كاوا الطليعة. برافو يا كاوا، برافو يا كاوا، كاوا يخلص مرمى من كرة خامسة خطرة من لاعبي طلائع الجيش يسددون في أكثر من مناسبة من مسافات بعيدة. إذا كاوا ينقذ مرمى من كرة خطرة سددها اللاعب الظهير أحمد عبد الله. شوفها من زاوية أخرى،